موضوع اليوم عن السعادة. ما هي السعادة؟ هل السعادة في أن نعيش منعزلين، معزولين عن العالم، معزولين عن الناس، في غابة أو في الطبيعة، بعيدين عن المشاكل، أو نحن، هل نحن مخلوقون لنكون سعداء، أو هل نحن هدفنا في الحياة تحقيق السعادة؟ هذه الأسئلة طرحها لقاء حواري فرنسي مع فلاسفة جدد في برنامج يعالج الأسئلة الكبرى، وعنوانه الأسئلة الكبرى. وبرغم من أن هذا الموضوع موضوع كلاسيكي، إلا أن الفلاسفة الحديثين لهم كلام آخر في تحديد السعادة وشروط السعادة وطرق تحقيق السعادة. وبكلمة، يعني نظرة، هناك نظرة جديدة عن السعادة تختلف مع تاريخ الفلاسفة في تحديد السعادة. ما هي السعادة أولا؟ السعادة، الشيء المؤكد هي أن السعادة هي شعور حاضر مستمر يتمثل بالرضا، أو مثلا الإحساس بالرفاهية أو بالاكتفاء أو بالفرح. ولكن لكلمة السعادة خصوصية لا تستطيع كلمة أخرى تحديدها. لماذا؟ أولا لأن السعادة ليس فرح، لأن الفرح هو شعور آني حاضر منتهي، قد ينتهي. أما السعادة فقلنا عنها أنها شعور مستمر حاضر، ولكن مستمر حاضر مستمر، يعني كأننا بلغنا مرحلة، وصلنا إلى هذه المرحلة وارتحنا كل المراحل التي بعدها. وهناك شعور مستمر لا ينتهي، لا يكاد ينتهي، وهناك شعور كأننا وصلنا إلى هذه المرحلة. السعادة تاريخيا قال عنها، قال بخصوصها أرسطو، إن كل إنسان ينزع أو يبتغي أو يتطلع إلى مثال أعلى، وهذا المثال هو السعادة. قد يكون السعادة بنظري هو السعادة. السعادة في بنظر أفلاطون غير موجودة في العالم الأرضي، لأنها تنتمي إلى عالم مثالي. إذا هنا لا سعادة على الأرض، ولكنها السعادة موجودة في عالم آخر مثالي. ما معنى مثالي؟ مثالي أي كمالي، لأن هذه الأرض التي نعيش عليها هي غير كاملة. فهناك في العالم المثالي هناك توجد السعادة. وهذا لاحقا ما تحدث به ومثله كانت الفيلسوف الألماني. قال السعادة، ربط السعادة بالكمال، وبما أن الإنسان لا يعرف الكمال ولا يستطيع أن يمتلك الحقيقة بشكل كامل، فهو لا يستطيع تحقيق السعادة على هذه الأرض. كذلك الفلاسفة المسيحيين في العصور الوسطى، مثلا القديس أغسطينوس وغيره، كل هؤلاء نكروا إذن وجود السعادة، وقالوا إن الإنسان لا يستحق السعادة لأنه خاطئ، لأنه مخطئ، والإنسان هو غير مصنوع من أجل السعادة، يعني غير هو غير مخلوق من أجل السعادة. لذلك يجب أن يكتفي الإنسان ببعض لحظات من
الفرح وقليل من السعادة. إذا السعادة الحقيقية كما قلنا في البداية إذا من أهم شروطها أن تكون دائمة. هنا الفلاسفة المسيحيين يقولون إن على الإنسان أن يكتفي فقط ببعض لحظات من السعادة. أما الفلاسفة الجدد فهم لهم رأي آخر، هم يقولون إن السعادة غير كل ذلك، فالسعادة هي مثل طريق نستطيع تغييره ساعة شئنا. كيف نستطيع تغيير؟ أي نستطيع تغيير نظرتنا إلى الحياة ونستطيع بلوغ السعادة. السعادة هي ليست فرض على الإنسان، بل هي رغبة لأن نصبح سعداء، هي ليست واجب علينا. لذلك هذه الرغبة نحققها عندما نتجاوز الحواجز، عندما نقوم بأشياء صعبة ونصل إلى هدفنا نشعر بالسعادة تغمرنا ونفرح لذلك. السعادة هي بما أنها سعي وراء الهدف، فإذا السعادة الفرح فيها يكمن في هذا السعي بالذات وليس بالوصول. انظر الإنسان حلم بالقمر، وعندما وصل إليه انتابه الحزن والأسف وعدم الاكتفاء، فصار يبحث عن أشياء أخرى. لذلك يقول أحد الكتاب إن السعادة هي مثل عجلة تسير سريعة أمامنا ونحن نلحقها، وعندما نصل إليها ندفعها بأقدامنا بعيدا، أي لا نعود نمتلكها بل نعود نطمع إلى أبعد منها، ولا تعد تكفينا، ولا تعود تهمنا، بل نحلم بأكثر من ذلك ونحلم بأشياء أخرى. سقراط مثلا، سقراط قدم أكبر دليل على أن السعادة ليست هدف الإنسان، فقد يكون هدف الإنسان العدالة. سقراط خيروه بين أن يطلق سراحه وينكر آراءه الشخصية ويتراجع عنها، يعيش حياته خارج مثلما كانت سعيدا، أو أن يقتل، فاختار أن يقتل بشرب السم على ألا يتراجع عن أفكاره، أي اختار الموت ورفض السعادة من أجل مثله العليا الإنسانية، من أجل العدالة، من أجل ما كان يعتقد أنه حسن وخير. أفلاطون مثلا اعتبر السعادة هي العدالة بين رغبات الإنسان، هناك رغبات جامحة ورغبات كامنة ورغبات خير ورغبات شريرة، التوازن بينها هو يمثل العدالة، وهو يسميها الفضيلة. الفضيلة هو عنده العدالة، السعادة، الفضيلة، نفس الشيء. لذلك كان بعض الفلاسفة يقول إن السعادة هي مثال مثال الخيال، مثال خيالنا، أي هو ثمرة خيالنا، وهو مثال الناتج عن خيالنا، وهو ليس حقيقة فعلية، وليس كل الناس أساسا يستطيعون الوصول إلى السعادة وتحقيق
السعادة. البعض يرى السعادة في جمع الأموال، البعض يعتقد أن السعادة هي في الثقافة والعلم مثلا، أو في السفر. الناس يختلفون على السعادة. إذا السعادة هي كأنها هي البحث عن شيء أضعناه ونلاحقه ونسعى وراءه لنلتقطه، أو أن السعادة هي في النهاية هي وهم، لأننا نسعى وراء شيء، وراء شيء غير محسوس، وعندما ولا نستطيع أن نمتلكه، وسعادتنا تكمن في أننا لا نستطيع أن نمتلكه. وهناك شروط للسعادة. الفلاسفة وعلماء النفس حصروا عدة شروط للسعادة. مثلا السعادة لها إذن طرق أخرى للوصول إليها، وهذه من أعمال الفلاسفة الجدد للتأقلم مع الحياة اليومية. السعادة هي حالة، قلنا إنها حالة، لذا يجب الدخول في التجربة وفي العمل الذي يحقق السعادة. أي أنك لا تستطيع أن تبحث عن السعادة وأنت جالس في المنزل. أنت يجب أن تذهب إلى العمل المباشر، كأن تساعد الفقراء. الأم تريزا كانت تقول: عندما أطعم أحد الجائعين أنا أشبع. فإذا هذا العمل الإنساني هو الذي يحقق السعادة. هناك أحد الفقراء حلم بأن يبني قصرا، وكان يحضر وكان يبني القصر مدماكا مدماكا وحجرا حجرا، فكان قصر موسى في الشوف في لبنان. إذا العمل يجلب السعادة، وهذا معروف في مفهوم العمل. الطريقة الأخرى التي نصل إليها إلى السعادة هي الأفكار الحسنة. بعض الفلاسفة يقولون إن كرهنا لأشياء معينة ناتج عن أفكارنا عن هذه الأشياء. لذلك الأفكار الحسنة يمكن أن تغير من مزاجنا تجاه الحياة، وتجاه أفكار الانتحار مثلا، وتجاه الحياة بشكل عام. رغم أن الأفكار نفسها تكون أحيانا مرتبطة بيولوجيا، ولكن لا شك أن المزاج يفرز مثل موصلات الأكسوتونين التي تجعل المزاج جيدا، تشعرنا بالعطف والحنان والسعادة والحب. إذا الأفكار هي تغير حياة الإنسان. طريقة أخرى، يقول فلوبير كاتب الفرنسي: كي تكون سعيدا يجب أن تكون ساذجا، هو يقول غبيا، وأنانيا، وبصحة جيدة. هذه هي شروط السعادة بالنسبة له. طريقة أخرى: السعادة أحيانا تكمن في النسيان. يجب على الإنسان أن ينسى مآسيه، أن ينسى ماضيه، لأن الماضي هو حسب فرويد وحسب كل المحللين الاجتماعيين هم نتيجة ما حدث في طفولتهم.
إذا بالنسيان نستطيع المشاكل. وهناك تجارب في التحليل النفسي كي تجعل المريض بمرض الانفصام، انفصام الشخصية، كي تجعله ينسى ذكرياته الماضية السيئة التي أدت إلى ما هو عليه، التي أدت إلى مرضه، هذا مرض الانفصام. فمعروف أن مآسي في الطفولة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، ذهنية خطيرة، كالانفصام الشخصية ومرض ثنائي القطب والاكتئاب وغيرها. ولذلك يقوم المحللين النفسيين بما يسمى عملية الكلام مع المريض لكي يغيرون من أفكاره، لكي يزرعوا أفكارا جديدة في ذهنه، كي يتخلى عن الأفكار القديمة السيئة ويتحسن إلى جانب العلاج الدوائي. هذا ما يسمى بالعلاج الكلامي. طريقة أخرى هي أن نتقبل الحياة كما هي، فهذا يجعلنا طبعا نشعر بالفرح، أي أن نتقبل. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، هذا نوع من الاكتفاء الذاتي. طريقة أخرى، بيرغسون يقول الخلق هو والإبداع هو السعادة، لأنه يجعلنا نتجاوز ذاتنا. الوقت عنده هو الخلق ولا شيء آخر، يعني ثمرة الوقت هو الإبداع، عنده الإبداع هو كل شيء وهو جوهر الحياة. طريقة أخرى، عندما نتجاوز الحواجز الصعبة نشعر بالفرح ونصبح سعداء. طريقة أخرى مهمة أيضا يقول بها سبينوزا وباسكال، بالأخص سبينوزا، عندما أحقق ذاتي، يعني أكون سعيدا عندما أحقق ذاتي وأكون فعلا كما أنا وكما أنا أريد وكما هي حريتي أن أكون وليس كما يريد الآخرون. وهنا لماذا هذا شيء مهم؟ لأن عندها أتحرر من نظرة الآخرين إلي ومن حكمهم علي. هذا مهم. طريقة أخرى، قلنا أن القناعة كنز لا يفنى، أي القناعة تؤدي إلى السعادة. وهناك طريق أيضا كان شهيرا، هو طريقة البوذيين وفكرهم وفلسفتهم. يقول البوذيين إن التخلي عن متاع الحياة هو يؤدي بنا إلى السعادة. لماذا؟ لأننا حين نمتلك أشياء كثيرة وحين نتمسك بها، إذا عندما نمتلك أشياء كثيرة لاحقا سنتمسك بها وسنخاف عليها سنخاف عليها ممن يبتغيها ويريد أن يسرقها منا. وإذا سرقها منا يعني ندخل في دوامة حزن ومأساة كبيرة. إذا كل ذلك يجر الويلات لنا. إذا لذلك يجب علينا الزهد بالحياة. لهذا كله قال بعض الفلاسفة عن السعادة إن الوصول إلى السعادة تطلب منا ذرف دموع كثيرة. السعادة ليست أمرا بسيطا، وأنا بالنسبة لي السعادة يعني إشكالية السعادة تكمن في أنها نسبية، أي أنها أن بعض الناس يكونوا سعيدين بأمر معين والآخرين يكونوا لا يملكون المال
ويكونون سعيدين. إذن هنا السعادة ليس لها مقياس ثابت ومشترك بين كل الناس. والسعادة ليس لها مرادف آخر غير السعادة، لأنها ليست الفرح، وهي بالنهاية كتفسير واسع، السعادة هي عكس البؤس. يعني السعادة ليس لها مرادف معين دقيق.